ميرسي جدا. عايزين نعرف تكريم طبعا عن مسلسل الخليج ليكي، فعمل نتكلم عنه ونتكلم عن رد فعل كده لما الجمهور بيكرمك وبيختارك افضل ممثلكم. حاجه تفرح القلب طبعا، لان في كده علاقه انسانيه بيني وبين جمهور الخليج، والحمد لله اي عمل بعمله هناك الحمد لله بيكرموني برايهم فيا، الجمهور بيكرمني الحقيقه لانه بيستقبل اللي بعمله كويس. عملت مسلسل السنه اللي فاتت اسمه مجموعه انسان، كان تاليف امل سلطان واخراج الاستاذ منير الزوبي وانتاج الاستاذ باسم عبد الامير. ده مش اول مره اشتغل مع الاستاذ باسم، هو من المنتجين الكبار جدا في الكويت، ما بيبخلوش خالص عن شغلهم. فانا ضامنه ان انا رايحه في عمل مصروف عليه كويس، نص جيد جدا، مخرج هايل جدا، اساتذه كبار، يعني ليا الشرف ان انا وقفت جنبهم يعني. فكنت مبسوطه وسعيده ومزقططه، ومش عايز اقول لك لما بكون رايحه على مسلسل في دبي، في الكويت، في البحرين، في السعوديه كمان كان ليا تجربه حقيقه، مش عايز اقول لك ببقى فرحانه قد ايه، يعني ببقى فرحانه جدا. وبحرص غالبا كل سنتين، يعني ما يعديش سنتين بالكتير لازم يكون لي عمل. بتهيألي يكون ليكي شخصية مختلفة وأنت بتقدمي دور لجمهور الخليج؟ بص، هو جمهور الوطن العربي كله يعني مزاجهم واحد، وما بيقبلوش غير العمل الجيد، وما بيصدقوش غير الممثل اللي متصدق. فبشكل عام يعني أنا يعني مزاجي بيبقى منتشي وأنا بشتغل في أعمال خارجية. للأسف أنا لا أجيد اللهجة الخليجية يعني، لكن فبشتغل باللهجة المصري، لأن أنا معظم الأدوار بعملها شخصية مصرية، ببقى ضيفة يعني على أساتذتي في اللي بشتغل معاهم، يعني أساتذتنا بس ببقى فرحان يعني.